أصلا حضرتك من الموصل؟ نعم. جدة. نعم. لسع وقفه موجود تنوي لمن جاء في منطقة منارة الحبة. ها قريب من منارة الحبة. جامع كبير وقف سدك أكيد هاك فاك الدولة. 37 دولة. إيه كما الشعب العراقي ما شفتوا سنة يعني مو في أوروبا زي حيني. الشعب العراقي يعني أحد لا يقول مو يخم يعني كين سنة. شوفوا اكو هاي محلات يبيعون هاي السوالف، صوابين، شغلات هيك تحفيات، شغلات نوع. هذا السرير منظره سنصل زين. ها شوكو زين. وهذا المنظر من اللي هي هاي كلها اضويه، منظرها بالليل يصير كلش حلو. عند الماي بالضبط. إيه. تعرف عربي؟ إيه مو فاضي اخ ماي. ها شويه ما شاء الله. هاي بقايا مقبره، اعتقد هاي العظام حقيقيه. هاي كانوا يستخدموها كموقد، يخلون جواها النار وتحمى ويطبخون بيها الاكل. شوفوا اهل قبل كانوا هيك يخزنون الفلوس، يخلوها بهيك الجرات صغيره ويدفنوها، واثناء الحفر يلقون هاي. شوفوا هذا الانجيل، قبل كانوا يكتبون على الجلد، تشوفون هذا يعني انجيل حقيقي مكتوب على الجلد. لازم نختمها بفنجان قهوة. لا الحجي بيع فنجان قهوة. تمام تفضل بويرن. شكرا تشكر ادريم. فنجان قهوة وهاي الاجواء الماطرة. هاي رابع فنجان. صبحكم الله بالخير، هذا اليوم الثاني بماردين. اليوم همي راح اكمل جولتي بالمتاحف مال ماردين. البارحة كان المتحف هذا مسدود يوم الاثنين، اليوم الثلاثاء المتحف مفتوح. أكمل جولتي إن شاء الله وأرجع إن شاء الله للعراق. صباحكم الله بالخير من سطح الفندق. اليوم شوي الحمد لله ماكو ضباب، بس شنو الجو مغيم، الجو يعني مغيم، احتمال يعني كبير انه تمطر. وهذا فطور الفندق مال هذا اليوم، نفس الفطور مال البارحة، نفس الشيء، بيض واربع انواع جبن وزيتون وانواع المربيات والنوتيلا وعسل، وهنا هذا الالنجي، وهنا هذا بيض مخلي وطماطة وخيار، وهنا خبز، وهذا شاي قد ما اريد اصب لي شاي. وهسه راح اخذ جولة في فندق ريحان كاسرة، خلي اشوفكم الغرف مالته والاسعار. وهذا اللوبي مال الفندق، يعني مثل ما تشوفون قريب كلش على الشارع، برنجي جادة. وهنا مخلين يعني محصل على تقييم 9.7 و 9.6 بوكينج. ريحاني كسرة. انت هم تعرف عربي؟ ايه ما شاء الله. يعني بصراحة اللي يجي على ماردين ابد ماكو اي مشكلة باللغة، ما شاء الله الكل يعرف عربي كردي وتركي. ها كشف يا تسير اكلام لنا يعطينا وضع زي المنظر ايه الغرفة زي ايه ايه طلع البرية. اي المنظر الغرف صراحة يعني كلش حلوة، اضافة انه هذا الفندق انه طريقة الوصول للشارع كلش قريب وبي مصعد يعني يناسب كبار السن. انا صراحة شفت غير فنادق بعيد عن الشارع وكلها اصعد درج وبعيد وابد ما يناسب كبار السن، بس هذا الفندق لا ما شاء الله يعني مرتب ونظيف ومودرن. هذا البانيو الحمام. هذا كندور. وهذا السرير. منظره سنصل. زين. ها شوكو زين. وهذا المنظر من الشباك. يا هذا الفندق أحسن بالمدينة، أحسن فندق عايز. شوفوا هذا المطعم مال الفندق. يعني الظاهر عندهم يعني بوفيه مفتوح.
هسه راح نطلع على التراس نشوف المنظر. يعني يريد مثلا اللي يريد يسوي الفطور هنا بالامكان انه يسوي الفطور هنا بهذا المكان. الاطلالة واو كلش حلوة. هنا هاي البيوت القديمة والوادي. زين في واحد بالتراس هنا يقدر المدينة كلها يشوفها. ها يعني بعد ها تراس. ها تمام. هنا همين بعد تراس اللي فوق اللي يحب مثلا. هنا بماردين ابد ما في مشكلة يعني الكل يعرفون عربي و... وهنا هذا التراس الثاني بالفندق. هذا يشوف المدينة كلها. بالضبط شوف المدينة كلها. هذا فيه زيت هذا البات حمام. ها هذا حمام. هاي قديم حمام قديم. هذا حمام قديم. 1000 سنة سنة. ما شاء الله 1000 سنة. هذا عمر الحمام 1000 سنة. هذا القلعة ما تشوف السنة غير. إيه. مسيس ما تشوفه. إيه من الضباب ما نشوف شيء. أيوة. والله حلو يعني الإطلالة حلوة. هسه حاليا دا افتر او اتجول بالازقة مال الماردين القديمة. شوفوا هنا هم هناك فندق اسمه زرزبان. شوفوا هذا بوتيك اوتيل. بوتيك يعني شيء مرتب ونظيف وسعره مناسب. وهنا بهذا الزقاق اكو وحدة يسموها ماردينية شبيهة مارلين مونرو حسب ما كاتبين هنا. هي هذه انه تصرف 90% من دخلها على القطط والحيوانات الشارع. حتى مسوي لهم هنا بيت للكلاب عزكم الله. تخيل واحد بيته لي فوق هنا ويوميا ينزل ويصعد من هذا الدرج. استمر جولتنا شوارع ماردين. هسه هذا الشارع اسمه برنجي جادة. بيهو اي محلات يمين ويسار كلها محلات. ايش تحتاجوا موجود. وهسه راح ندخل على هذا المحل اشهر شخص يصنع صابون بماردين وبتركيا. اسم المحل تك صابونجو. تاريخي صابونجو محمد ديدك. اصل هذا الشخص من مدينة الموصل بس سكنوا ماردين يعني من قبل اكثر من 80 سنة. عفو اذا ممكن تعرفنا بحضرتك يعني مهنتكم صار لها كم من كم سنة تشتغلون بهذه المهنة صناعة الصابون. والله هي صناعة الصابون كذا من سلا جده في موصل وتولده. نعم. 1863 ما شاء الله 1863 في موصل ككل ولد. نعم. وفي 1950 في ميردين توفى. نعم الله يرحمه. ونحن هذا الوراثي منه الصابون نعمل هاك الوقت لما التجارة أحسن كانتهم في ميردين. نعم. جابوا مالا وشغل من هاك اليوم لساني جده وابوي انا وقال الاولاد زي قاعدين يعملون. نعم. ما قطعنا هالصنعه بس هي صنعه كثير تبطل بالي بس نهني شغلنا هذا. نعمل بلا كيمياء بلا صبغه بلا مواد كيميائيه. كيمياء ما في صبغه ما في عطر ما في. هاي الساعه الجامعات كثير يرودون يحللون يتفرجون. نعم. عشان تسوي سوا في القديم الصابون كذي كانت تنعمل في ايامنا. نعم. يحطون الكيمياء كثير عطر كثير صبغه كثير خذ مو نعرفه يعني كنت تعطيني اكل كيمياء زي منها صابون مو عارف يعني نشعر الحطب
إرمادة الحرب نعم. بنحطها بدال أسيد قوستيك بداله نستعمل نعم. والعطر زي من الحشايش وصابون كثير كل عرفت. ونحن يستعني محلنا مفبرقة ما في من معمل من جده محل صغير بس نبعث للدنيا كلها ما شاء الله. أنا يستعني يكون دافع أش حالي نحن يكون عندنا 20 طن 100 طن مشتريه حاضر بس نعمل الصابون من ترى 5 أسبوع شهرين 7 أسبوع لما تنشف نتيخ نبيعه. يعني وقت كثير الزماء وتعب زي كثير الله يعينكم صحيح. والكثير اللي حبوا أوروبا اليوم أوروبا يقولون أشقد عندك بعث ما في ما شاء الله كيلة نعمل أنجغلة جهزته وبعث في الخارجو ما شاء الله. يعني بعض يريد له كذا 10 كيلة 20 كيلو زي بعض يريد له كيلوين زي نجهز كذا في الشحن ما شاء الله. حتى سمعت أنه الملك حاليا ملك إنجلترا تشارلز ايه؟ يعني ياخذ من عندكم يشتري من عندكم تبعثوا له الصابون. هو أقدم 17 سنة الملك زار المحل نعم زار هوني جاء سياحة الشرق جاء لهون لعنا أقدم 17 في 2006 كانت كذا شيء نعم جاء لهون لعنا وكثير كذا حب شيء طبيعي الترجمان فصح له حكى شيء لحكيته وهديناه كم وحدة هدية بس لما راح بقى بالقنصل السلوك يقولوا له الأمير ترسلوا إلى القنصلية اليوم 17 سنة إلى أقدم 20 نهار بعثتوا لهم بقص ما شاء الله. فيه واحد عمال في ألمانيا ميردين من ولاية نعم. ميردين في لندن يدور أرى كتابة ميردين في الجريدة ما يعرف يقرأ إنجليزي مسك أعطاها ترجمة لأصدقائه قالوا إيش يقول على ميردين قال يكتب كي قصر باكينغام تفوح صابون ميردين قصر باكينغام يفوح صابون ميردين فوح ريحة نعم قال الله الله جاي يجيب لي علقها بعد الجليدات هناك بس انجليزي يا عمر يكتب ميردين بس الحمد لله من هني موصل أصل حضرتك من الموصل نعم جد نعم لسع وقفه موجود تنوي لما جاء في منطقة من نارة الحدبة قريب من مناطق الحدبة جامع الكبير وقف سدك أكين هاك فاك الدور وقف تمام عقب مو كذي غني نعم مكتوب في الحجر علي وقف محمد السيد جده محمد السيد إيه؟ نعم وقفان هو المال الملك ما تق حمل بقى هونك قام وقفوا للجامع الكبير وماله ومصاريه وجاب لوني وبدأ في التجارة من هاك اليوم إلى أهلها أنه هنا تجار ما شاء الله. الشباب راحوا للجامعة وصلوا لمحلات كواس دخلتير معلمين فلا ما شاء الله بس نحن وراثة سيدنا مشي ما شاء الله. أنا زيك أنا أريد تدريس بس رب العالمين سهل لي في الجامعة سبحان الله الأول بس قريته إيه والله أمسالية التلفزيون العربي نعم. تلفزيون عربي مركزه انجلترا تلفزيون عربي العربي إيه؟ نعم تلفزيون عربي شدوني تلفزيون يعني عايد سوريا بالتلفزيون نعم شدوني مباشره جميل لقاء مباشر حلو حجبنا كويس معا سوريا كان نعم اي والله مازي محمد الله يسلمك إيه محمد اسمي 14 اخ نحن اخوي خوات وهاك البركة النعمة لسه نستفاد منها من جده ما شاء الله. كان يزكي ماله في وقتها نعم هو هذا أهم شيء إيه كله تعب وعرق جبين من يجي رمضان زي كان يزكي وفاك البركة كلتنا نحن والولد قام نعيش فيها ما شاء الله ما شاء الله. وعفو سؤال مثلا أنتم بالبيت أو مثلا مع أولاد حضرتك تتكلمون يعني عربي ولا تركي؟ نحن في التركي أنا التركي في المدرسة تعلمت تركي في المدرسة نعم إيه؟ أبوي ما راح على المدرسة في الجيش تعلم في الجيش أمي نعم. هيش ما كانت تعرف تركي لما كانوا يطلعون مسلسلات عراق ومصر كان تحكينا تفهمنا نعم ولما كانوا يطلع زي مسلسل تركي كانت قولوا لي أشقا شامو كان نقعد نترجم لأمي أمي هيش تركي ما عرف يعني بس نولد في البيت عربي كلتنا عربي نحن نعم يعني لساننا عربي بس أتراك تركي حلو إيه. وحضرتك تعرف تقرا او تكتب عربي ولا بس كلغه اقرا عربي ما اعرف اكتب بس قراءه اقرا لك شعر ما شاء الله عندك موهبه شعريه يعني انا على الحفظ احفظ بلي مالي نعم قرايه قراني بلا تركي طبعا قراني الترجمه يعني في لا تركي قرايه تركي الحرف لاتيني طلع نعم. طلع مثلا هوني
هذا القرآن طلع بي. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وأبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. صدق الله العظيم. هاي معرف. نعم. أنا تركي أقرأ بل كل كله يقرأ تركي زي ما هي موجي يقرأها من نحكي عربي. ساعتي لا واحد ما يعرف عربي موجي يقرأها. هاي تركي موجي موجي. صحيح. وأنا أقرأ القرآن تركي لما حد يستنطني مو يعرف من اللاتيني. رأى أبوي بعثني للمدرسات ما تعلمت وكان يريد تتعلم. وهاك الشعر زي كويس. يقول هذا بيت شعري اللي شعر كثير كويس. هو نصاحة. هو نصاحة يقول عليك بتقوى الله إن كنت غافلا. نعم. يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري فكيف تخاف الفقر والله رازقا فقد رزق الطير والحوت في البحر ومن ظن أن الرزق يأتي بقوته ما أكل العصفور شيئا مع النسر تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر. الله. فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه تنسج في الغيب وهو لا يدري. وفي الآخر ومن عاش ألفا وألفين سنة فلا بد يوما يسير للقبر. هذا الله الشعر. الله إيه؟ هذا الشعر حبوب يعني صراحة حتى الإلقاء يعني ما شاء الله مضبوط 100%. إيه أما عربي ما أعرف أكتب. إيه بس والله يعني يعني كلش ممتاز والله. إيه؟ العفو بس حضرتك ذكرت إنه يعني كنت بالعراق مو تمام وأصلك من ال أنا من 84 وإلى 2003 نعم. عراق ومراق ويعني وسواق سواق كان نعم. بضاعة يجيب بضاعة يجيب بضاعة من تركيا للعراق فترة إيه؟ الثمانينات والتسعينات وبداية ترى بكر شان قال يعني لهني كان نقرأ الكوزماتيك الصابوني ما في نعم. إسطنبول المصل الجديدي وكان يجي على زاخو أكبر شركة في زاخو كانت بيجامي الرشيد نعم. شركة الكبيرة كانت ويعني عطول عراق أسبوع سبع مرات ثم مرة سبع مرات ثم مرة كان أجي على باب الهباء وأجي على تركوتشر وأدخل على مصل الجديدة مصل جديدة نعم إيه. وكان ندخل على موصل عاد ندخل على تركوتشر نجي على تلعفر ونجي عاد على باب الهباء يعني يعني شاري يعني في الأسبوع ثم مرات تسع مرات ثم مرات تسع مرات ما شاء الله يعني والله العظيم كل ثلاث يومات مثل جديد كل ثلاث يومات مثل نعم. ما كان يجونا بيت يعني, يعني كان من طريقة يجونا بيت نشربنا كاسة شاي هني على طول في السفر هني على طول ها شغل كثير نعم الخير وبركة ونكت والخير وبركة راحت سبحان الله أي والله راحت هذي كان رجع لموصل جديد يا أخي كان خل موصل وبيردين عيني موصل وبيردين عيني أي والله عيني كان أقول والله دام على طول كان أقول عيني يعني قال لك يحبونك ما كان يحبونك يعني نفس العادات متقاربه اللهجه قرايب اللهجه كلها ايه استاذ خالد صديق الدوس كنا كنا اكمل اخوي تمام عين الاخوي كلها العفو حضرتك ذكرت لما كنت تروح لبغداد يقولون يعني يعني انت مصلاوي يعني من اللهجه اي كان يقول باللهجه كان قلت الله مصلاوي والله انا مو مصلاوي انا تركي وريتي جوازي يقول انت مصلاوي كان اجي حكي الموصل يعني وقتها كان يقول بكره بكره شنو يا باكر اسبوع يعني كثير جماعه كان يسكر كان يقول يا ابو هذا والله مصلاوي وهنا كان يجي على يعني على التركي زي احد ما كان يحكي كان يقول انت الحقيقي عراقي يا مصلاوي يا اخي يا حكي قبلي راح مصلاوي حق قاضي وقسمة العراق يعني دورت سبعة وثلاثين دولة. إيه كما الشعب العراقي ما شفته سنة يعني مو في أوروبا زي حيني. الشعب العراقي يعني أحد لا يقول مو يقوم يعني كين سنة. الله يبارك فيك هذا من أصلك الطيب. قسمه كثير كثير وإلى الموازي يعني نقول الله يرحمه والله يرحمه والله يرحمه أيه. كثير كنا بيزن. كثير جماعة ستقان كيرون يجولون عندنا يعني يعني كيرون عندنا اللي بيوتونا كم وصال النبي يونس كان لنا بيت بيت عجالي الله يرحمه عطوله ما كان خبر عليه وكي قطعه هو كان يجي لوني كان يجي لعنا وكثير كذي جماعة يعني كثير كان فيه الله يرحمه الله يرحمه وسعني لا تلفون ولا ملفون أحد بوف من ميت ومطيب وكثير زي في النبي يونس كان أنا قرايب كثير أخوي والله Thank you.
شوفوا هنا همين الفواكه والخضروات تازة. بتركي بصورة عامة دائما الفواكه والخضروات تازة. هذا المحل مال المعجنات هم مشهور. الناس هذا الشارع هم كل أهل المعجنات. السلام عليكم. شوف هاي البيبان ذكرني ما ادري باب الحارة. شوف شلون الزقاق كل شيء شي قديم قديم. بس راح افوت بهذا الزقاق كله حجر. المدينة مبنية كلها حجر. هاي يسموها القنطرة. وين ما تروحون درج الواحد يراد يخلي بالزينات احتياط. تشوفون كلها مدرجات. شوفوا اكو هواي محلات يبيعون هاي السوالف، صوابين، شغلات هيك تحفيات، شغلات نحاسيات. هنا هذا المشط الخشب الهاون. شوفوا الشوارع شلون مزينيها. هاي كلها أضوية منظرها بالليل يصير كلش حلو. وهسه جيت الماردين ميوزيسي، هذا المتحف جت الدخول لهذا المتحف 90 ليرة. هم بنايته قديمة وشكلها حلو. هذا متحف ماردين الأثري بمجموعة من القطع الأثرية الآشورية والرومانية والبيزنطينية والعثمانية. هذا يسموه مزار طاشة، يخلوها كعلامة للقبور. شوفوا هاي بقايا مقبرة، أعتقد هاي العظام حقيقية. هاي همين آثار وأواني كلها قديمة لقوا أثناء الأعمال الحفريات بعدة مواقع بماردين. شوفوا هذا البانيو مال قبل مال آلاف السنين، هيجي من الفخار. وكثير من الأواني اللي دا شوفوا هنا هاي أغلبيتها آشورية، لأنه كانت مثل ما قلت لكم ماردين جزء من الدولة الآشورية، من الإمبراطورية الآشورية. وهاي الجرار أهل قبل كانوا يكبسون بيها طرشي. أساق وياكم هاي يستخدموها مثل الثلاجة يخزون بيها الأكل، مصنع من الفخار. وهاي اسمها فسيفساء، يزينون بيها الجدران. وهذا الدرج الألف اليوم اللي صعدته كلها يعني يومية كل ساعة صعد درج. بس يعني حلو منظر يستاهل.
شوفوا هاي الآثار، أعتقد آثار آشورية. هاي كانوا يستخدموها كموقد، يخلون جواها النار وتحمى ويطبخون بيها الأكل، يعني خلينا نقول طباخ مال قبل مال آلاف السنين. وهنا هاي آثار مسيحية، هنا هذا الجرس وهاي الصلبان. شوفوا هاي الأواني، وهنا تعرفون هذا شنو؟ هذا مصباح، هذا على اليسار دي فوق يخلون بيه الزيت حتى يعني يشتغل مثل الأضواء. وهنا أنواع الموازين القديمة كانوا يوزنون بيها الحبوب وهذه سوالف. وهنا هاي عملات معدنية من حقب مختلفة من زمن البيزنطيين والعثمانيين والفترة يعني أول ما أجي الإسلام وإلى آخره. شوفوا أهل قبل كانوا هيك يخزنون الفلوس، يخلوها بهيك جرات صغيرة ويدفنوها، وأثناء الحفر يلقون هاي الجرات متروسة فلوس وعملات معدنية. شوفوا هاي اكو هذا التمثال مبين عليه تمثال آشوري. والبقية بصراحة ما أعرف، بس هذا بالوسط هاي ما أعرف شكله سومر، ولو ما أعتقد ما وصلوا السومرين هنا جزء بابل. اللي يعرف خلي يكتب لي جواب بالتعليقات. شوفوا هذا الإنجيل، قبل كانوا يكتبون على الجلد، شوفون هذا يعني إنجيل حقيقي مكتوب على الجلد، جلد الحيوانات وهيجي حتى يحافظون عليه. هنا نختار واحدة من الثلاث عمل اللي فوق، مثل ما تشوفون يعني كانوا هالقبل يخلوها على النار تحمى، وراها يضربوها بالشاكوش أو بالمطرقة إلى أن تطلع العملة. هاي هي شي أول عملة بتركيا، بتركيا يسموه دربهانة، يعني مكان كلها. آه بالدنيا كلها. نحكي عربي؟ إيه أحكي عربي. من العراق. أهلين. biraz kasikemiz kaydı ikinci kez vurduğunuz için bu olmadı. Evet, ben evet. Size bir tane daha bırakacağım. Tam ortaya tek sefer. Evet. Tam ortaya gelecek. Çok sert. Aa çok güzel. Evet. Şu fas hasalet ala hay el umle. أنا سويتها بإيدي، أعطوني إياها يعني مجانا هدية. وهسه هذا متحف صاكب صبانجي ماردين كانت ميوزسي، مثل تشوفون هذا المدخل يعني متحف المدينة، مدينة ماردين. شوف حتى يعني بناية المتحف بناية قديمة. ديليك صبانجي سانات جاليريسي مكتوبة بها التفاصيل كلها. سعر الدخول 60 ليرة. هاي السيارة الشيفروليت هم بها قصة، واحد انه طلبها من امريكا، راد اللون مالتها نفس اللون مال الطابوق، طابوق الطيني، فجابوها لهنا بعدين صبغها غير لون يعني شغلها كتاكسي، ظلوا العائلة محافظين عليها الى ان بعدين تبرعوا بها الى المتحف، متحف صبانجي. حسب ما قالوا انه ميناء اسكندرون كان يجيبون منه السيارات سواء بتركيا او للعراق وايران. ومثل ما تشوفون اعزائي هاي خريطة مدينة ماردين بها عدة الشات يعني اقضية. ماردين جزء من الميسوبوتاميا يعني بلاد ما بين النهرين، نهر الجلو والفرات. حتى الاشوريين كان جزء من الدولة الاشورية. وهذا متحف صاكب صبانجي يضم مختلف قطع الآثاث والأدوات القديمة اللي يستخدموها أيام قبل بمدينة ماردين. مثل ما تشوفون هاي الأدوات كلش قديمة، إضافة إلى هاي غرفة النوم الخشب بين غرفة قديمة.
واكو همين معرض السجاد الماردين القديم، ويعرضون همين بيه لوحات فنية قديمة. وهسه راح ادخل الجامعة، اسمها جامعة اللطيفية. عندنا منطقة بالعراق اسمها اللطيفية. شوف هم الجامع مبيع عليه قديم، يعني تحسون وش بولدك هنا. اسمه الولد اسمه فاتح، يشتغل هنا رهبر، يعني دليل سياحي، وياخذ صور حلوة ومميزة. هسه راح اشوفكم شلون اخلي صور حلوة ومميزة. عند المي، عند النبات، عند المي بالضبط. تعرف عربي؟ مو فاضي اخ مي. ها شوية ما شاء الله، بس زين. يعني جامي قبل جامي يدوز يتمشلون ده ارتقلو خلمو. ها بزمن ارتقلي ها. عبد اللطيف اللي هم لطيفية، لطيفية عبد اللطيف جامع. ها لطيفية عبد اللطيف جامع. ها تمام. اذا تجون هنا يعني هم يشتغل ك دليل سياحي، وهم ياخذ يعني صور حلوه هنا بجامع اللطيفيه. دائما انت بجامع اللطيفيه هر زمان برده ديما هر زمان برده. ها تشوكي اللي يجي هنا يعني ياخذ له صور مميزه. ها شكرا فاتح. رحمه الله لبلدك والديك. هسه راح ناخذ جوله سريعه داخل الجامع. وهسه انا داخل جامع اللطيفيه، من اقدم الجوامع بماردين، بنى بزمن الدولة الأرتوكية. يعني هذا هاي الجوامع أحسها شوية مختلفة عن بقية الجوامع بتركيا بالزخارف وبالبناء. شوفوا الحلو، هنا أكو جامع وهنا أكو كنيسة. وهسه وصلت الكنيسة ماردين بروتستان كليسس. سبحان الله، يعني ما لي قسم إنه أزورها. رحت أكثر من كنيسة، وعدهم كانت مزودة، وهاي الثانية هم يعني ما لحقت لأنه تنسى الساعة 4. الدرج رقم 1150 لهذا اليوم. هنا وصلت مار بهنام، هاي كريكلار كليسس الأربعين شهيد، حتى مكتوب بالسرياني وبالتركي وبالإنجليزي. هاي أوقات الزيارة، يمكن همين معزلها. وهاي مثل تشوفوها هاي كنيسة الأربعين شهيد. شوف حتى البنك يعني مستأجر بناية يعني تراثية قديمة. راح أسوي فلوج يعني منفصل أشياء لازم تعرفها قبل ما تزور ماردين. هذا الفيديو أو الفلوج كلش مهم تشوفه، يعني إذا تريد تزور ماردين لازم تشوف هذا الفلوج. بنصائح هواية لازم تعرفوها قبل ما تجون. لاحظت هواي هم يجون عراقيين، على سبيل المثال هاي السيارة الدوج هم من صاحبها جايين من العراق. لازم نختمها بفنجان قهوة. لا الحجي قاعد فنجان قهوة. تمام تفضل بويرن. شوف تشكر ادريم. فنجان قهوة وهاي الأجواء الماطرة. هاك رابع فنجان قهوة كلش طيبة وسعرها رخيص، 5 ليرات. ولي هنا ينتهي فلوق هذا اليوم. أتمنى إن شاء الله يكون الفلوق عجبكم. لا تنسون تدعموني باللايك والشير وسبسكرايب. انتظروني بفلوق جديد. قبلوا تحياتي.